السلام عليكم ورحمة الله. Good morning everyone. Today we are studying unit 14, lesson 3, the grammar point, grammar for fun. Please open your books at page 93, صفحة 93. هندرس اليوم درس الجرامر القاعدة. تمام؟ عندي اليوم two structures، تركيبين بستخدمهم للدلالة على الوقت. أول واحد فيهم زي ما انتم شايفين number one، it takes or took somebody اللي هو SB وبعدين plus some time. يعني التركيب يكون بالشكل الآتي، انظر على السطر اللي مكتوب بالأسود، it يعني إنها أو إنه، ده دليل على الحدث اللي بنستغرق فيه الوقت. بعد كده takes or took، امتى استخدم takes وامتى استخدم took؟ takes استخدمها في present simple، زمن المضارع البسيط، اما took استخدمها في زمن الماضي البسيط. نكمل التركيب، sp sb يعني somebody الشخص اللي بيقوم بالعمل plus sometime بعدها بذكر الوقت اللي بستغرقه في فعل هذا الشيء. أهم جزئية اللي جاية هذه to do something، STH هذا اختصار لsomething شيء ما. نركز جدا ان في التركيب هذا بستخدم to do، to plus verb، to plus verb يعني بجيب الفعل في المصدر، verb zero فعل في المصدر بدون إضافة، الانفينيتيف. المثال الأول، it takes me 2 hours to clean my bike، يعني إنها تستغرق حوالي ساعتين لكي أنظف دراجتي. ركزنا to clean، to clean، to زائد المصدر. ليه هنا استخدمت takes؟ لأن أنا بتكلم في present simple في زمن المضارع البسيط، takes. طيب المثال اللي بعده اللي تحته على طول، it took him 3 hours to finish his homework، يعني بيستغرق 3 ساعات لكي ينهي واجبه. نفس الفكرة، ليه استخدمت took؟ لأن أنا في الماضي في past simple، وبعد sometime اللي هو الوقت اللي هو 3 hours قلت to finish، to finish، to plus infinitive، 2 plus verb 0. اوكي. نمبر 2، نروح للتركيب الثاني وهو subject يعني فاعل plus spends or spent. spend هنا بمعنى يقضي وقت، ولها معنى ثاني بمعنى ينفق مال، ولكن هنا معناها يقضي وقت. spends او spent، ايوه نفس الفكره اللي فوق، استخدم spend في present simple واستخدم spent في ال past simple في الماضي البسيط، plus sometime يعني أجيب بعدها بعض الوقت، plus doing something. هنا الفرق بين هذا التركيب واللي فوق إن أنا بستخدم verb plus ing فعل مضافا إليه ing، أما مع take أو took كنت بستخدم to plus infinitive. ده فرق قوي جدا، وده اللي هيجي عليه أسئلة الوحدة على الجرامر في هذا الدرس. نقرأ تركيب تاني، subject فاعل plus spends or spent يعني سواء كنا في المضارع أو الماضي، plus sometime الوقت المستغرق، plus doing something أو أجيب أي فعل مو شرط doing، يعني أجيب الverb plus ing. مثال الأول، سارة spends an hour doing the laundry، سارة قضت حوالي ساعة في عمل الغسيل. هنا قلت doing، doing ما قلت to do، لا مع take أو talk أقول to do، إنما مع spend أو spend أو spends spend أو spends أو spent أستخدم verb plus ing. مثال الأخير، they spent their vacation traveling in Europe، traveling، traveling
قضوا اجازتهم في السفر في اوروبا. ما قلت تو ترافل، قلت ترافلينج. ركز جدا على الفرق بين الاثنين ومتى استخدم تو بلس انفينيتيف او فير بلس اي ان جي. اوبن يور ورك بوك، افتح كتاب النشاط او كتاب الواجب، بيج نمبر 87، صفحة 87. هنلاقي أسئلة عبارة عن اختيار متى أخد to plus infinitive تصحيح، يعني يجيب لك الverb by ing ويقول لك صححه، أو verb to زائد infinitive وانت تصححه لverb plus ing. بالتوفيق أبنائنا الطلاب. goodbye.